السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان. الفيديو ديال اليوم خاص بأنشطة نادي البيئي تحت طلب واحد مجموعة من الأستاذات اللي قالوا ليش ما بقيتيش كتحطي الأنشطة. غنحط لكم الطريقة ديال إنجاز هذا الرجل الثلج. إذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناة ما تخرجوش تضغطوا على الزر الأحمر موجود تحت الفيديو. جو بالنسبه لهذا الاتوليه هذا غادي نحتاجو ليزاغراف مع واحد الكرافوز، وغادي نحتاجو هادو. سبق لك درتي حفله ولا كيوليو جو طابل ما غادي نستعملهم. الطريقه الاولى غادي نحاولوا نثبتوهم على شكل دائره، وغادي نبقاو نخدموا دائره من بعد دائره بحال هذه الطريقه. غادي نكملوا دائره، دابا غير نصف دائره كنثبتوهم بليزاغراف بيناتهم هنا فين، وفاش كتكمل الدائره كتزاد دائره فوق منها كما كتشوفوا هنا فين. يعني انا خدمتها خديت الدائره على حسب العجله باش تكون لي الدائره، حيت غادي نثبتو فوق عجله. ها هو الدائره الاولى، هذه الدائره الثانيه اللي فوق منه، هكا غادي نزيد دائره من فوق دائره حتى غادي نكمل الجسم ديال رجل الثلج. كتشوفوا كيما كندير واحد العدد ديال ثلاثه الصفوفة كنقلب وكنحاول ندير باش يبقى لي داك هو الاطار اللي من التحت هو اللي غادي تكون القاعده ديال رجل الثلج، وكنقلب وكنكمل الدائره ديالي كيما كتشوفوا دابا في الصوره الموضحه امامكم. غنخدم بالطريقه اللي وضحت لكم، وغادي ندير جوج لي بول، جوج ديال الكرات هادو هما بجوج اللي كتشوفوا، باش واحده هي لو كور هو الجسم والثانيه هو الراس. بالنسبه للكره الثانيه غادي تحاول الاصل القطر ديال الدائره اللي غادي تبدا به الدائره الاولى انها تكون جد صغيره، او العكس حاول تبدا بواحد ثلاثه ولا اربعه دائره صغيره، وهكذا كتمشي وانت كتكبر باش غادي يكون لو كور كبير، والدائره اللي فيها الراس تكون اصغر في الحجم ديالها من الدائره الثانيه. من بعد غادي نقومو بالخطوه المواليه، غتاخد كؤوس من نفس الكؤوس اللي صنعنا منهم الجسم ديال رجل الثلج، غنصبغوهم للداخل ديالهم باللون الاسود، غنخليهم ينشفوا. علاش ما كنصبغوش مباشره للداخل ديال الجسم؟ حيت هو كله ابيض كما كتشوفوا قدامكم، والا مجرد تحت خطره في شي بلاصه غادي يضيع المنظر. لهذا غادي نصبغوهم منفردين وغادي نخليهم ينشفوا. من بعد غادي نحط كينشفوا غنختاروا المواد، نحطوا المواضيع ديال العينين، وغادي نتبعوا غادي نديروا في الكاس في الجانب ديالو شي شويه كولا، وهكذا كنوضعوا كاس وسط الكاس الاخر هكا كيتثبت. يعني عندنا جوج في العينين. بهذه الطريقه كنوضعهم او كنثبتهم في رجل الثلج. كنوضع الكاس المصبوغ بالاسود داخل او وسط الكاس الاخر في المواضيع اللي كنت حددتهم مسبقا ديال العينين. بالنسبه للكؤوس المتبقيه اللي صبغت ديجا بالاسود غنوضعهم في الجسم وكانهم صديفات ديال المونطو ديال رجل الثلج من اجل زياده جماليه ذاك رجل الثلج. بنفس الطريقه السابقه غادي ناخذ عاوتاني جوج كؤوس اولا كاس على حسب اللي بغيتي، وغادي نلونوه بالاحمر. هكذا غادي نوريو المكان ديال الفم. كما كتشوفوا هذا نوع الثوب خديتو، غادي نحاول نصيب منه القبعه والكشكول اللي غادي يكون في العنق ديالو. نحاول ناخذ الطول ديال الدوره ديال العنق ديالو ونصيبو القبعه كما هو موضح. دابا غادي نحاولو نثبتو هذاك الكشكول في العنق. كما كنشوفوا الانف درتو عباره عن قصبه، خصها تكون طويله شي شويه باش تثبت وتكون طويله بزاف. ومن بعد غادي نصبغها بالاحمر. كتشوفوا قدامكم واحد العجله تمت صباغتها بالابيض. من بعد غادي نديروا لاكول فلامبوهي اللي كتثبت مزيان، وغادي نوضعوها هكذا. غادي نزيدو في لاهوتور، غنزيدو في العلو ديال هذا الرجل. من بعد ما صيبنا الكشكول دابا غنصيبو القبعة، غادي نشوفو الشكل النهائي.
هذا هو الشكل ديال رجل الثلج. من بعد ما صيبنا له القبعه ديالو ينقصه الفم، الناس بغينا الكيسان غادي نوضعهم في المكان ديالو، والانف يتم صباغته. غادي نشوفوا الشكل النهائي. هذه هي الفكره ديال اليوم. اذا كنتو مازال ما شاركتوش في القناه ما تخرجوش تضغطوا على الزر الاحمر، ومرحبا باقتراحاتكم.